من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. حضر سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل النسخة 26 من سباق جائزة البحرين، وهو أحد أهم سباقات الخيل العالمية المقامة في إطار فعاليات مهرجان نيو ماركت العريق في المملكة المتحدة. ولدى تقديم سموه لكأس السباق للفائز جايمي سبنسر المتسابق بالخيل راهين هاوس، أشاد سموه على المستوى المتقدم للمتسابقين والجياد المشاركة والقدرات العالية التي ظهرت في هذا السباق المميز وسط أجواء جمعت مشجعي ومتابعي هذه الرياضة الأصيلة. ونوه سموه بالدعم الكبير الذي يقدمه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لرياضة الخيل التي تعتبر الأوجه المميزة للإرث العربي الأصيل، ومن خلالها تتواصل مع العالم وتتبادل الخبرات لمواصلة العناية والاهتمام بمخرجات هذه الرياضة والمساهمة النوعية في الحفاظ على سلالة الخيل العربية الأصيلة على المستوى العالمي، مما حظي بالإشادة والتقدير من مختلف الدول الشقيقة والصديقة. وقد رافق سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة كل من سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة ومعالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، كما حضر مأدبة غداء نظمها نادي الفروسية ضمن فعاليات المهرجان.